قبل البداية بالموضوع بحب أشكر المنتسبين الجدد للقناة، أهلا وسهلا فيكم، تعالوا نشوف موضوع اليوم. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، ضابط عزام قناة الشرطة والأمن، وحلقة جديدة من حدث وحديث. هذا الفيديو أرسل لي أحد المشاهدين في القناة عن حادثة وقعت في إحدى المساجد في كندا، حيث كان أحد الأشخاص، ما بعرف إذا كان من المصلين أم لا، كان بيهدد سلامة الناس ووضعهم في خطر، بحيث أنه معه سكين وبلوح فيها. الخطر الأكبر اللي كان في هذا الموضوع مثل ما احنا شايفين أنه كثير من المصلين متواجدين أمامه حوله ولا كأنه في أي شيء، وبس بدهم يصوروا بالكاميرات ويعني ما يبعدوا عن المكان. المسألة الأولى اللي لازم وبنلاحظ أنه كان في شخص واحد فقط بحاول يبعد الناس عن المكان، وبعض وكثير من الأشخاص بحاولوا يتكلموا معه، وهذا الشيء بطبيعة الحال بيستفز هذا الشخص، سواء خصوصا إذا كان ناوي على الانتحار أو إذا كان عنده أمراض نفسية. فلما يشوف كثير من الناس بيصيحوا عليه بيصرخوا عليه في نفس الوقت، هذا هو بيعتبره أو بياخذه على محمل التهديد، فبيستفزه أكثر، وممكن توقع إصابات، ويمكن يوقع يعني يسبب خطر أو ترتفع نسبة الخطر على الجميع في هذا الوضع. اللي بنلاحظه من الفيديو انه كان الامام لسه بيخطب او بيختم بالصلاة او بالخطبة، وما وقف الخطبة يعني للانتباه لهذا الامر الخطير. فلا اعرف اذا كان الامام منتبه لهذا الموضوع او اذا كان في مكان اخر، لكن اللي بنشوفه هنا ايضا انه كثير من الناس بتتجمع حول هذا الشخص، حتى انه الرجل ضابط الامن اللي كان موجود مش مسلح، وهذا الشيء خطر جدا لما في احدى يعني لما يكون في شخص مسلح في مكان مثل هذا والامن ما يكون مسلح. بعض الاشياء اللي ممكن نتعلمها من هذا الحدث اللي هو انه لما يصير حدث مثل هذا مهما كان المكان، سواء كان في مدرسه او في مسجد او في كنيسه او في اي مكان بتجمع فيه الناس، إنه شخص أو شخصين يتولوا مسؤولية زمام الأمور، والجميع باقي الناس إنهم يسمعوا لهم، مش الكل يصير مسؤول والكل يصير ضابط والكل يصير عنده يعني بده يدخل في هذا الموضوع، لأنه حالة مثل هذه ممكن نتوقع توقع مزيد من الأضرار وتوقع ضحايا. يعني الحمد لله ما صار في أي إصابات في هذه الحادثة بالذات، لكن احتماليتها كانت فوق 100% انه يصير، لكن ما صار. لازم نكون باخلاء المكان على الفور، الاتصال بالشرطه، وما تهتم انك تسجل كاميرات فيديو على مشان يعني على تليفونك وكل هذه الاشياء، هذه ممكن تسبب خطر وضرر اكثر من النفع. الشيء الاخر اللي بنتعلمه من هذا الموضوع انه لازم يكون في خطه في حاله وقوع اشياء مثل هذه، خصوصا في المساجد اللي خارج او اللي موجوده في امريكا، لانه نسبه الهجمات ونسبه الخطر على المساجد واماكن العباده اعلى من ما هي في الدول المسلمه. لازم دائما ناخذ بعين الاعتبار انه الخطر ممكن يوقع باي وقت، ويكون عندنا رجال الامن او عناصر الامن يكونوا موجودين مسلحين وعندهم تدريب عالي أو نوع من التدريب اللي في حالة لو صار موضوع مثل هذا يعرفوا كيف يتدخلوا فيه، يتولوا زمام الأمور. والشيء المهم جدا اللي هو إعطاء فرصة للشرطة بالقيام بواجبها بدون تعريض سلامتهم للخطر عند وصولهم إلى مكان الحادث، أيا كان أينما كان، إنه أعطيهم مجال إنهم يشتغلوا ويعملوا الواجب واللي لازم بدون ما تعريض سلامة أي حد منهم لأي نوع من الخطر. ونصيحة للزملاء، ياريت لو إنه يكونوا في أشخاص إنهم هم يتولوا زمام أمور السيطرة على الشخص أو الأشخاص اللي يعني مسببين المشكلة من ناحية كلبشات أو كذا، والأطراف أو الزملاء الآخرين يكونوا مسيطرين على الجمهور المتواجدين في المكان لتأكد من سلامة الجميع. بحب أسمع آراء المشاهدين من زملاء ومواطنين بالنسبة لهذا الموضوع، شو الأشياء اللي كانت صح، الأشياء اللي كانت خطأ. الفيديو الكامل موجود في البيانات، اللي بحب أنه يشوفه ويشاهد جميع الفيديو، حوالي 3 دقائق بيشرح الفيديو بشكل مفصل بدون أي تعليقات. ويعطيكم العافية، وابدعوا على صحة متنا والأطفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Everybody get out.